ونحكي عن تحويل الكتب إلى شكلها الرقمي والمحتوى إلى شكله الرقمي اللي هي اسمها رقمنة المحتوى. بعام 1998 أنت كنت بالولايات المتحدة وبلشتوا رقمنة المحتوى زي ما هلأ حكينا. تحكي لنا هلأ أنت هلأ موجود بالعالم العربي وعم تعمل نفس الإشي. تحكي لنا إيش في وجه شبه بين الولايات المتحدة الأمريكية بهذاك الوقت والعالم العربي بهذولك الفترتين وبهذول المنطقتين. ب 98 كان عندنا ميزة وكان عندنا ادفانتج انه كان العالم النشر الغرب ما صلوا كم سنة متحول للبي دي اف، والبي دي اف كان فورمات انه فورمات was a trusted format للناشرين. بلشوا صار انه يبلشوا يتعاملوا مع المطبعة عن طريق بي دي اف فايلز، سو كان سهل علينا نفوت معهم بهالحديث انه بس انتم بس تعطونا البي دي اف ونحن نحمل المحتوى ونبيعه الطريقه المعينه او الريليفنت للسوق على الانترنت. غير عن الفورمات بشكل عام الفكر او القابليه ذا اكسبتنس انه البيع عن طريق الانترنت عم تشوف اليوم بالوطن العربي نفس اللي شفنا بالثمانينات التسعينات بالغرب، انه كيف رح تحمل محتوى، كيف رح تحمونا انه ما ينباع، ما يصير في كوبي للكتاب تبعي وينباع على الانترنت بشكل عام او يتوزع بلاش. ونفس الوقت سو في الخوف بالنسبه للحمايه الملكيه الفكريه، نفس الخوف كان موجود بال 98. بس في شغلة كمان بتصير عنا عم نوجدها بالحديث بالوطن العربي، هو ما كنا نسمعه بالغرب انه يقولوا لنا بس العرب ما بيشتروا على الانترنت، ما بيقروا على الانترنت، ما بيقروا بشكل الكتروني. هي ما كنت اسمعها ب 98 بامريكا، ما حدا كان يقول لي انه امريكا ما بيقروا. هلا هي بنسمعها كثير، وهي شغلة عم نجرب مواجهة كمواجهة يعني هالبارير ونقنع الناشرين اذا انتوا بتتعاونوا مع الزبائن مع القارئين بطريقه او مع الطلاب بطريقه وبالفورمات اللي هن بيناسبهم، لا بنفرجيكم انه بيقروا وبيبحثوا وبيشتروا المحتوى تبعكم بطريقه in a secure way.